حلقة جديدة من عمان إيديا. كل سنة وانتم طيبين، وزي ما تعودنا عازمين أو معزومين، ده اللي هنعرفه في الحلقة. هنعمل مع بعض صنفين لزاز قوي، هنعمل فراخ محشية ودي الحاجة المحمرة ومشمرة، وهنعمل مع بعض حاجة هتكون خفيفة وهي الشاورما اللحمة أو الستيك، هنعمله كده بطريقة لذيذة وخفيفة. نطلع فاصل ونبدأ مع بعض. نبدأ مع بعض بالوصفة الأولى وهي الفراخ المحشية. أنا هوريكم دلوقتي كده كروكي هنعملها إزاي وكل حاجة تعمل إزاي، بس إحنا عاملين جاهز لأن هي بتاخد وقت طويل قوي. تعالوا نشوف. هنجيب فراخ اللي هي متوسط الحجم أو صغيرة الحجم. هنجيب معانا بصل، رز أبيض البلدي الطبيعي بتاعنا المصري، ورق لورا وقرفة وجوزة الطيب، ومعانا حبهان مطحون والسمنة. الأول هشوح الرز، هشوحه مع السمنة والبهارات بتاعته الحلوة والبصل بقى وكده، ياخد التشويحة. لو كمان البصل مفروم هيبقى. نحط بقى معاها ورق اللورا، نظبط الملح بتاعها كويس والفلفل. عايزينه بقى يطلع حلو كده معانا ويبقى ايه، طري ومفلفل، فهنحمره كويس كده ياخد تحميره حلوه، نبقى شامين ريحتها. وتمسكوا نفسكم لحد الفطار عشان ايه، عايزين نتكلم النهارده برضو عن المطبخ وترويقه. اوكي كده، تعالوا بقى نتكلم النهارده عن تنظيف الحلل بتاعتنا والحاجه الالومنيوم. هننضفها بميه وعصير ليمون او خل وندعكها، وبعدين نشطفها بالميه والصابون. ده بالنسبه للايه، للالومنيوم. وعلشان نحافظ على الحلل اللي هي مطليه بالكروم، هنمسحها بالفازلين من كل حين لاخر. علشان الفضيات هنحطها في مكان التخزين قطعة من التباشير، لأنه إيه، بيمتص الرطوبة، وزي احنا عارفين فضيات بتلم الرطوبة جامد جدا أو بتاخد رطوبة جامدة قوي. بعدين عندنا التيفال، ما ينفعش إن احنا ننضفها وهي سخنة، لازم نستنى لما تبرد خالص بعدين نبدأ في التنظيف. وعشان الفخار أهم حاجة إن احنا نحط فيها المية وتفلق القهوة، وهنسيبها شوية عشان تغلي على النار، وبعدين نغسلها وهننشفها، تطلع معانا حلوة جدا. وطبعا الشاي بقى والبرادات الشاي بتاعتنا بتبقى سودة شوية من الصبغة بتاعت الشاي، هنحطها ونحط مية معاها كلور، وبعدين هنسيبها تغلي تقعد ساعة، وبعدين هنغسلها كويس جدا بشوية خل عشان نشيل الكلور
خالص، وممكن كمان نحط كلور، نحط خل تاني ونسيبها تغلي بعد موضوع الكلور ده عشان نتأكد ان الكلور راح منها خالص. وبعدين علشان الجير اللي هو دايما بيكون موجود من بره من النار، هنحط مية وخل ونسيبها لمدة يوم كامل ونقعد نتعكها بيها، ساعتها برضو هتطلع كويس جدا، لو بالبخار كمان تبقى حلوة قوي. تعالوا بس الأول ايه، اهو احنا كده اهو جاهزين على الحشو. تعالوا بقى ايه نحشي وبعدين نبدأ تاني نتكلم في بقية الحاجات للمطبخ اهو. تعالوا بس ايه هنبدأ مع بعض. الفراخ زي ما احنا شايفين نبدأ معاها بالحشوة بقى اهو، تبقى مغسولة كويس ومتنشفة، ونبدأ نحشي علشان ايه ندخلها بقى. ولازم نسيب مكان علشان الرز هينفش شوية معانا، هنبقى برضو سايبين مكان. وبرضو ايه لو هو هنا قطع لي حتة الجلدة اللي انا كنت المفروض هدخل فيها، فانا هعمل كده وايه واربطها كويس بالخيط. تمام اهو. وبرضو في ناس تحب ان هي ممكن يعني تقفلوها في ناس تحب ان هي تغطيها كلها تلفها بالفويل، ودي هتبقى برضو حلوه جدا لما تتعمل، بس انا ايه عايزه احطها بصراحه كده علشان يعني بحبها وهي كده اكتر تاخد سوا بالطعم المظبوط. وايه هنحطها على ظهرها بقى كده، بصوا ازاي اهو، وهنزلها كده. تمام خلاص عرفنا ازاي، برضو هوريكم هنا كمان همسكها اوكي كده، وايه هبدأ بالحشو. والرز يا جماعة زي ما اتفقنا اعيد لكم تاني عملناه ازاي، بالبصل والسمنة او الزبدة، وحطينا معاه قرفة وحبهان مطحون، ملح وفلفل وجوزة الطيب، بيطلع حلو جدا جدا جدا. لو لقيتوا ان هي بتفتح معاكوا يبقى غلفوها بالفويل علشان الرز ما ينزلش منها اهو، وهنعملها كده. تمام من هنا برضو كده. كده احنا شفنا مع بعض ازاي طريقة العمل بتاعتها، وال الشوربة نفسها هنحط طبعا بقى فيها ورق اللورة ونظبطها علشان ايه تبقى طعمها حلو اهو. والشوربة برضو نستفيد بيها، ممكن ونعمل عليها بقى حاجة حلوة كده، شوربة كريمة، ممكن نعمل شوربة شعرية اهو كده، ونسيبها بقى تستوي اهو كده. تمام نجيب بقى ايه اللي جاهزة اهو، نفس الطريقة بالظبط اللي احنا اهو شايفين كده. عايزين بقى ندخلها نحمرها،
نحطها في الفرن، ممكن نحمرها على النار وممكن نحمرها في الفرن، بس في الفرن بتطلع دايما احلى. فانا اهو هجيبها وايه ونحطها مع بعض في الفرن. ندخلها بقى في الفرن. يلا تعالوا بقى نطلع فاصل نجيب الوصفة الثانية ونرجع مع بعض. هنعمل مع بعض الوصفه الثانيه وهي الفاهيتا، فاهيتا اللحمه. هنعملها بطريقه خفيفه ولذيذه جدا ان شاء الله هتعجبكم. هقول لكم الاول على المقادير بتاعتها. عندنا اللحمه هنجيبها نقطعها صوابع، عندنا الفلفل الالوان، البصل والافوكادو، عندنا كزبره وبقدونس والتشيلي او الشطه المجففه، ثوم، سكر بني، كمون، وفي الليمون وده علشان نجرنش بيه، وعندنا زيت جوز الهند. اول حاجه هعملها ان انا عايزه اتبل اللحمه. اوكي كده هديها رشة من السكر البني وهديها شوية برضو من الكمون. رشة ملح، فلفل، وهديها برضو شوية كده من الليمون. هنشطشطها كده. وهحط عليها معلقتين زيت زيتون او زيت عادي. هنقلب زي ما اتفقنا، التتبيله بتبقى قاعده فيها احسن، تقعد فيها اكتر من نص ساعه او نص ساعه مش اقل من كده. وهنزلها على الشوايه. هنا ريحة الشوي بتبقى طبعا حلوة جدا جدا جدا. اهو ،
الأفوكادو هنحطه في الآخر خالص. أهو الألوان بتبقى حلوة جدا يا جماعة في الأطباق. تعالوا بقى نطلع مع بعض الفراخ، أخدت لون وتحمرت وبقت حلوة جدا. الفراخ اتحمرت برضو بطريقة أخف شوية من التحمير التاني. نصها بقى مع بعض. فراخ محشية بالرز، والرز احنا متبلينه تتبيلة حلوة جدا جدا قبل ما يتحط جواه او قبل ما يتحشي، ودي بتبقى الحاجة المميزة فيه جدا. هنعمل جنبها ممكن الساور كريم، نشوف اللايت ساور كريم ونجيبه بيبقى خفيف. والعيش التورتيلا ممكن نعمله، هجيب لكم الوصفه بتاعته على الشاشه دلوقتي، تنزل لكم المقادير بالظبط. عايزين نعمله ما يبقاش ابيض، احنا ما لقيناش في السوق غير ابيض، بس المفروض ان احنا نستخدم علشان يبقى حاجه لايت شويه، تبقى خفيفه ما تبقاش وجبه تقيله علينا. نستخدم اللي هو البني، عيش التورتيلا البني ده اللي بيطلع حلو قوي قوي مع الوصفه اللي احنا عاملينها علشان يبقى خفيف اهو كده. تمام، حطيت دلوقتي بقى الافوكادو معاهم، وايه وهبدا كده في التقليبه السريعه. كده تمام، وهنا عندنا برضو الخضار اهو استوى كله. نحط ده في ناحية وده كده في ناحية، وهنجيب دي كده. زي ما احنا شايفين، وقطع كده. كده مع بعض عملنا الفاهيتا اهو. كده احنا عملنا وصفتين لذيذ جدا، وصفة محمر ومشمر، وعملنا وصفة خفيفة. عملنا مع بعض الفراخ المحشية بالرز، وعملنا مع بعض الفاهيتا
بطريقه تتبيل لذيذه وجديده شويه وتبقى لايت علينا. اتمنى يكونوا وصفتين حلوين صراع عجبوكم، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا. Thank you.